يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، العلماء في آخر دراسة علمية ينصحون بضرورة صلة الرحم. سبحان الله، إنهم يعودون لمبادئ الإسلام في النهاية. دعونا نتأمل. تقول الإحصائيات إن عدد المصابين بالزهايمر في بريطانيا أكثر من 800,000 شخص، وتقول إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الزهايمر إن قضاء الوقت مع المصابين بالمرض أمر هام حتى بعد تدهور ذاكرتهم وعدم قدرتهم على تمييز وجوه العائلة والأصدقاء. ويقول الخبراء إن المرضى يحتفظون بذاكرة عاطفية، مما يعني استمرار شعورهم بالسعادة بعد فترات من الزيارة. ويحاول علماء الغرب اليوم إقناع أقارب المرضى بضرورة التواصل معهم ولو بالتليفون، لأن ذلك يؤثر إيجابيا على مستوى صحتهم. فالباحث جيرمي هاجز رئيس رابطة الزهايمر في بريطانيا يناشد أقارب المرضى أن يتواصلوا معهم بهدف تحسين صحتهم. سبحان الله، يعني انظروا في الغرب قوانين العلمانية وقوانين الإلحاد أدت بهم إلى قطع الأرحام، فأصبح كل إنسان لا يعترف على أقاربه وربما لا يراهم أو يتصل بهم. فبدأوا ينادون بضرورة صلة الرحم وبخاصة مع الأبوين ومع الأقارب وكبار السن. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هناك فوائد طبية ونفسية وفوائد اقتصادية أيضا، لأن ذلك يوفر تكاليف على الدولة، تكاليف علاج هؤلاء. تأملوا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا. قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقال في حديث ثالث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. سبحان الله، ألا تتفق هذه النصائح التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا مع العلم الحديث؟ إن هذه الحقائق تدعونا لأن نقول دائما: الحمد لله على نعمة الإسلام. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.